أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات جديدة في حياة الرسول بولس النهاردة بنكمل السلسلة الخاصة بالرسول بولس والرب يسوع المسيح وحبيت في البداية أستعرض إزاي الحياة دي كملت من البداية للنهاية يعني في مراحل أو في محطات لأنه من غير كده بـ بـ مش بنقدر نكتشف الا من سفر الاعمال وبعض الرسائل ازاي العلاقه دي تطورت بدرجات خلت الرسول بولس في النهايه يعطي حياته بالكامل للرب يسوع المسيح. وتألم كثيرا من اجل هذه الحياه وكان امين جدا حتى الموت. بولس الرسول تقابل مع الرب يسوع سنه 35 خمسة وثلاثين ميلادية, ميلادية مقابلة الرب يسوع وشاول خمسة وثلاثين ميلادية كان قبلها حصل اضطهاد على ثلاث مراحل مسجلين في أعمال ثلاثة وبعد كده أربعة وخمسة وبعد كده ستة وسبعة سنة واحد وثلاثين واثنين وثلاثين واربعة وثلاثين و34 لاول مره يقدم استفانوس نفسه كشهيد اول للمسيحيه والمنظر ده اللي هو في اول شهيد كان بيتضمن وجود شاول وشاول كان راضي بقتله التحول العظيم اللي حصل في السنه التاليه اللي هي 35 خلت هذا المضطهد للكنيسه هو المضطهد من اجل المسيح ولما نرجع لأعمال تسعة نشوف كلام الرب يسوع لحنانيا لأن هو لما قال له ماذا أعمل يا سيد قال له هيقولوا لك ماذا ينبغي أن تعمل لما تروح للي أنا بعتك ليهم فهنا في عدد سته أعمال تسعة ستة فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. ما كانش عارف هيقابل مين لكن طبعا الرب تراءى لحنانيا وقال له على اللي المفروض يعمله. في عدد 15 بعد ما حنانيا أظهر ارتيابه وخوفه من بولس قال له الرب اذهب لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل وده اللي حصل بالظبط بنفس الترتيب ده بني اسرائيل هم اخر ناس والامم هم اول ناس وكم الملوك والامراء والولاء اللي اتقابل معاهم بولس في المحاكمة لغايه الامبراطور كثير لاني ساريه كم ينبغي ان يتالم من اجل اسمي؟ بولس فهم بعد كده ان اراده الله لي ان يكون لي شاهد وعشان يكون لي شاهد وعشان يكون لي رسول لازم تكون عليه سمات الرب يسوع في جسده. ايه هي سمات الرب يسوع؟ الالم. ماذا فعل الرب يسوع هنا على ارضنا؟ تالم واضطهد ورفض وبصق عليه واستهزئ به. فهو بولس عرف انه رسول للرب يسوع بالمعنى ده. وانه سيذهب للامم ويذهب للملوك ويذهب وسيظلم كما ظلم الرب يسوع. فبنكتشف باكوره بولس الرسول الاولى اول كنايس اول فرحته اللي هي دربه وايقونيه وليسترا وانطقه بيسيدية الاربع كنايس دول. بعد ما اسس الكنايس وهو بيرسم فيهم شيوخ وخصوص عشان يكملوا الرسالة من بعده الكلام ده موجود في أعمال 14 وهو رايح زيارته الأخيرة ليهم في نهاية الرحلة بعد ما كان زارهم وقعد معاهم شهور اللي لم يكن سنين في نهاية الرحلة بولس الرسول يقول أو كلمة الله تقول ثم رجع بولس وبرنابة الكلام ده في عدد واحد 21 أعمال 14 21 آخر مدينة كانت دربة فبشرها في تلك المدينة وتلمز كثيرين خلوا بالكم عشان تتلمز غير لما تبشر بتقعد مع الناس دي ثم رجعا من بعد دربة إلى لسترا وأيقونية وأنطاكيا يعملوا إيه هو وبرنابة يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم كلمة يعظ يعني يشجع سيبكم من الوعظ وال كلمة يعظ المعنى الحرفي ليها المعنى الوحيد ليها أن يشجع فكانوا بيشجعون بإيه؟ أن يثبتوا 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 في الإيمان طب هيثبتوا في الإيمان إزاي؟ أنه بضيقات كثيرة أنت رايح لناس عايز تثبتهم في الإيمان وعايز تشجعهم وعايز تشددهم ودي كلماتك الأخيرة ليهم ودي آخر زيارة ليك انه بضيقات إن كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله كلمه ينبغي صارت ملازمه لرساله بولس لانها كانت ملازمه لرساله المسيح ينبغي عشان ندخل هندخل بضيقات فكره بقى الناس اللي بتبشرنا ان ما فيش مشاكل وما فيش ضيقات وما فيش حبس وما فيش ظلم هيقع علينا عشان احنا أولاده خاطئه مليون الميه مليون الميه ما فيش آية في سفر الأعمال بتنطق بكده اللي بينطق بيه سفر الأعمال العكس تماما الكنيسة كانت في اضطهاد شديد بقول لكم موجة أولى وموجة تانية وموجة تالتة وبولس بقى أخذ الرابعة والخمسة والستة بعد كده نهاية حياته دخل سجون كثيرة ما نعرفهاش كلها على فكرة كم ألامات اجتازوا رهيب ومعاه الكنيسة ما كانش لوحده يقول لهم انه بضيقات كثيره ليه بيشددهم بكده ليه بيثبتهم بكده عشان لما يحصل كده ما يتفاجئوش ما يقولوش فين ربنا لان ربنا نفسه لما كان موجود على الارض قال لهم انتوا هيخرجوكم من المجامع ويعملوا هيعملوا ويقتلوكم ويفتكروا ده بيعملوا باسمي بقول لكم كده عشان تتذكروا لما يحصل ان انا قلت لكم فبولس كانه بيعمل نفس الرساله لان ده اللي حصل معاه وده اللي بيحصل معاه واللي هيحصل معاه واللي هيحصل دايما مع الكنيسه الشاهده الامينه الحقيقيه اللي مش لابسه ماسك فهنا من اول مقابله الرب يسوع ليه كان واضح كان واضح مع بولس وكان واضح مع حنانيا وحنانيا بلغوا الرساله بالظبط انك انت هتكون شخص تحت الالم ستتألم من اجل اسمه وانت اللي هتحمل هذه الرساله وهذا الانجيل من خمسة 35 الرسول بولس خرج بالرساله لدمشق والاماكن بعيده كثيره لغايه لما جت سنه 50 ميلاديه بعد 15 سنه كتب اول رساله رسالة تسالونيكي الأولى بعض الأبحاث بتأكد أن سنة 49 بس دي مش مؤكدة كتب رسالة غلطية ودي بتعتمد لو أن الرسالة رايحة لغلطيا الجنوبيه غلط في غلطيا الشماليه وجنوبيه، لو رايح لغلطيا الجنوبيه فغالبا سنه 49 بعت الرساله، لكن لو هي لكورة غلطيا كلها لكل كنائس غلطيا يبقى يمكن الميعاد متاخر، هنعرف بعد شويه او يعني في هذه الحلقات امتى كتب الرسائل دي، لكن دي نحط قدامها علامات تعجب او استفهام. لكن مؤكد سنه 50 كتب رسالته الى تسالونيكي، رساله مليانه بالرجاء مليانه بالانتظار مليانه بالاستعداد مليانه بالتشجيع مليانه بالمحبه بولس الرسول الشخص اللي بنعرفه رغم انه بياكد للناس صعوبه الحياه وانه في ضيقات لينا في هذا العالم بالعكس ده كانه مش وعد المسيح ده كانه تاكيد المسيح في العالم سيكون لكم ده تاكيد ده تصريح لكن انا قد غلبت العالم ده الشيء اللي بيعزينا ده الشيء اللي بيسندنا وبيصبرنا وبيخلينا قادرين نعيش هذه الالمات او هذه العذابات لكن في تسالونيكي الرسول بولس رسالته الاولى كان سابهم من اسابيع كان سابهم من اسابيع من اسابيع قليله يعني كان يدوبك دوبك سايبهم من وقت قليل فشوف يقولهم ايه لانه دي نفس السنه اللي ابتدى فيها رحلته الثانيه واللي راح فيها الى تسالونيكي فبتسالونيكي يقول هذه الكلمات الرائعه في اصحاح 2 عدد 17 انا قبل ما اقرا القراءة دي عايز اقول لكم ايه هدفي بولس تمثل بالمسيح فاخذ قلب المسيح واخذ مشاعر المسيح واخذ اولويات المسيح مش اخذ القشره الخارجيه مش اخذ بس التعليمات مش اخذ بس الوصايا اخذ فكر المسيح هو ده الشيء اللي تمثل بيه بولس الرسول ده لا يمنعنا ابدا من التامل في الاناجيل كل كلمه نطق بها المسيح هي لبنينا ولنفعنا لكن اهم من الافكار دي ان نعرف الفكره الرئيسيه وانا دايما بقول بولس الرسول ليه ايه اللي خلاه يعمل كده؟ المسيح قبليه. المسيح علمه يعمل كده. المسيح لما جم سالوه فقال لهم ما هو الناموس؟ لخص الناموس، قال لهم بهذه في هذ بهذه الوصيتين يقوم الناموس كله. يتعلق الناموس كله. والا يكون ناموس في الهوى بلا اعمده، بلا اساسات. ففي عدد 17 يقول له واما نحن ايها الاخوه بقول لكم سيبهم من اسابيع. فإذ قد فقدناكم زمان وساعة بالوجه لا بالقلب لسه قلبنا متعلق بيكم لسه مشغولين بيكم اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوكم يعني نرجع لكم تاني هو خارج من تسالونيكي وهو سيرجم يعني مطرود من اليهود للدرجة أنه بعد ما ساب تسالونيكي وراح إلى بيرية خلينا نشوف الأمر ده على الخريطة بولس كان بولس كان قضى وقت في فيليبي وخرج من فيليبي الى تسالونيكي ومن تسالونيكي الى بيريه الناس اللي في تسالونيكي دول لما عرفوا انه راحوا لبيريه نزلوا وراه لغايه لما طردوه من بيريه وراح هو الى اثينا والى كرونس الى المنطقه دي لما طردوه من هنا ساب هو هنا سيلا وتيميساوس بداله يكملوا الرساله بعديه عرف ان المقصود هو المضطهد هو اللي غير مرغوب فيه هو مش اللي معاه ولانه هو لا يعني نفسه على الاطلاق ويعني الانجيل ويعني الكنيسه دي ترك غيره وقال لهم خدوا وقتكم والحقوني اخذوا اكثر من ثلاث اشهر عشان يقولوا هو انتظرهم في كرونس لغايه لما يقولوا اخذ وقته طويل لدرجه هو كان يعني خرج من هنا الى اثينا قضى وقت في اثينا وذهب الى كروسوس لغايه لما هم جوا بقى اخذ وقت طويل ما كانش بولس يعني ابدا نفسه الناس دي بعد ما تركهم كان متمنى يرجع لهم تاني بعد اسابيع قليلة عايز يرجع لهم تاني فشوف بيقول ايه بيقولوا إيه؟ بيكتب لهم ايه لذلك ان اردنا ان ناتي اليكم انا بولس مره ومرتين وانما عاقن الشيطان طبعا تعبير عاقن الشيطان تعبير لاما مقاومه إما مرض لاما فاكرين ملاك الشيطان ضرب لطمني هي دي دي ده مرض فهنا المقصود الشيطان هنا التعبير ده طبعا ده موجود في كل المراجع وكل التفسيرات لاما مقاومه من اهل تسالونيكي نفسهم يعني مش اهل الكنيسه لكن اهل المدينه لإما اما جاله اكتر من مرض ده اللي عاقه يقولوا ايه لان من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا أملستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه لانكم انتم مجدنا وفرحنا الناس دي نفسها بيكتب بعد كده ليهم كلام رائع في الإصحاح الثالث أنا مش عايز يعني آخد وقت أطول من كده لكن أنا فكرتي إيه؟ اللي أنا عايز أقول لكم هو اقترب من المسيح واقترب من قلب المسيح وعرف فكر المسيح ودي النقطة اللي أنا أكدت عليها في الحلقة اللي فاتت أنه ركز على فكر المسيح حلقة قبل الماضية فكر المسيح وعلى عمل المسيح وعلى تعليم المسيح مش افكار ومش اعمال ومش تعاليم وفهم من فكر المسيح ما جاء او اللي عبر عنه هو في فيليب اثنين اللي هو نشيد التجسد واخذ منه ثلاث حاجات تعلم منه ثلاث اشياء الاتضاع والتجسد والفداء احنا مش عارف نفدي بعض لكن احنا ممكن نبذل انفسنا لاجل بعض احنا ممكن نضحي من اجل احنا ممكن نعطي معاني العطاء هنا معاني التجسد معنى ان انا اتوحد معك اكون هو عامل اخلى نفسه اخذه في شبه الناس ان نكون نحن واحد مع الناس مش بعيدين عنهم مش غرب عنهم مش ضيوف عليهم احنا من نفس الطينه دي احنا من نفس البيئه دي احنا بنحاول وده اللي قاله بولس في كورنثوس بوضوح صرت لليهودي كيهودي وصرت لل... للذين بلا ناموس بلا قانون الناس المستبحين كل شيء كاني بلا ناموس كاني بلا ناموس وده فكر التجسد ده فكر الاقتراب من الناس الاقتراب الحقيقي من الناس اللي مش بالوعظ بالمعايشه كويس اكون واحد منهم وعشان كده بولس كل رحلاته سنين مش اسابيع كل رحلاته سنين. ما يعرفش فكرة الزيارات اللي هي النهضات والقوافل. ما يعرفش. هو يعرف المعايشة. وفكرة الاتضاع. وهي دي الفكرة الرئيسية. فكرة الاتضاع. إزاي نتواضع أمام الله وأمام بعضنا البعض. لكن كمان ركز إن عمل المسيح هو الصليب والقيامة. وهي دي الرسالة وهي الإنجيل. مسيح مات وقام مسيح مات وقام عمل اعمال عظيمه على الارض لكن هو ده العالم العمل الاعظم لا ينطحه اي عمل ولا اقامه العظم بين الاموات اقامته هو من بين الاموات اقامه الرب ليه المجد من بين الاموات وتعاليم المسيح كلها شفها في المحبه في المحبه وكتب الانشوده العظيمه اللي ممكن ناخد وقت طويل فيها عشان نشرحها وعشان نفهمها وعشان نعرف ابعادها. انا في رايي من ضمن الإصاحات المستحيله المستحيله بكل معنى الكلمه. الحقيقه هنا على الارض. من اي جماعه او وسط اي جماعه او من اي فرد. ازاي نعيش هذه المحبه التي علمنا اياها المسيح. من 35 تقابل مع الرب. سنه 50 كتب اول رساله. سنه 67 ميلاديه كتب الرسالة الأخيرة بين قوسين بكتب أنا الوصية لأقرب إنسان لي عشان يحتفظ بها واحتفظ بها ووصلت لينا جميعا الوصية هي آخر كلمات كتبها أو نطق بها بولس الرسول لتلميذه تيموساوس هي الشهادة الأخيرة هي كلماته النهائية وكلماته دي مليانه بعصير من ممتزج من الفرح والحزن انه سيفارق شخصيه زي آه تيموساوس، انه لن يرى ثانية منه. كان بتغلبه الدموع مشكلتنا ان احنا لا نقترب من الناس الحقيقيه احنا بنقترب من القشور حتى مع شخصية بولس لا نتفاعل انا عايز في مره اتكلم عن فقط بولس ومشاعره بولس مليان بولس ده كتلة من المشاعر عكس ما الناس بتروج هو صاحب أهداف هو صاحب إنجازات ونجاحات لكنه صاحب مشاعر بالدرجة الأولى هو يعني الـ الـ الناس هما مش التارجت بتوعهم هما الحياة هما اللي بيديهم حياته هو اللي مات من أجلهم كما فعل المسيح كان عنده استعداد يعمل يعملهم أي شيء وتحمل بصبر شديد اهانات من داخل الكنيسه من اخوه يا يعني ريت مثلا من اعداء من اخوه هو بيسميهم اخوه كذبه اخوه كذبه فازاي نقدر نعيش هذه الحياه بقى اللي انا عايز اقوله في الجزء الخاص ببولس الرسول ويسوع المسيح هي الحياه ركزوا معي الحياه التي انتقلت من المسيح يسوع الى بولس الرسول نوعيه الحياه دي اللي هو عايز بولس الرسول يوصلها لنا لما بيقول لنا كونوا متمثلين به كررها اربع مرات كما انا بالمسيح للدرجه في فيليبي بقى اربعه بيوصل للقمه لاهل فيليبي ويقول لهم الكلمات دي تعالوا نقرا مع بعض ماذا كتب بولس الرسول في الاصحاح الاخير لاهل فيليبي وما تعلمتموه في أربعة تسعة فيليبي لبي أربعة تسعة وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا فهذا فعله في ناس ممكن يقول لك ايه اللي انت بتسمعه مني اللي انت ال يعني الوعظه اللي انا وعظتها امشي وراها لكن ده مش بيقول لك ما تعلمتموه يعني التعليم اللي انا قلته تسلمتموه ودي هنا فكره التقليد فكره يعني شخص بيسلم حد تاني تعليم اخر عشان يسلمه الاخر تسلمتموه انا اديت لكم هذا الامر بنفسي انا سلمته لكم بنفسي وسمعتموه ورايتموه فيا دي اصعب جزء اللي شفتوه فيا وانا عايش وسطيكم فهذا افعله واله السلام يكون معكم قد ايه احنا عايشين النوعيه دي من الحياه مش من الشعرات مش من الكلمات مش من الترانيم مش من الصلوات من الحياة اللي الناس تقدر تلمسها وتشوفها فينا وتشعر ان احنا قماشة تانية خالص احنا معدن تاني من الناس اكتر من من مذيع في الفضائيات المصرية بدون ما اذكر اسماء وقف اكتر واحد اكتر من واحد وقفوا قصاد اكتر من مشهد بعد حالات اضطهاد في مصر تعجبوا ما كانواش عارفين يلاقوا العبارات اللي, اللي تعبر عن الدهشه اللي جواهم وقالوا انتوا من انهي معدن هي دي نوعيه الحياه نوعيه الحياه مش الاجتماعات اللي بنحضرها مش الكلام اللي بنقوله لكن الكلام اللي بنعيشه نوعيه الحياه دي اتنقلت من الرب يسوع لبولس وبولس من امانته كان عايز ينقلها لكل انسان. لكل انسان مش لكل كنيسه، لكل انسان. كان بيدخل كل بيت لما نرجع لخطابه لخصوص كنيسه قفه، كل بيت كان بيخبط على كل بيت عشان مش ينقل الانجيل كلام لا حياه معاشه. عشان ينقل هذه الحياه لاخرين. ما تبقاش حاجه خاصه بينا او خاصه حتى بجدران الكنيسه، لا ده العالم نفسه لازم يشوف نوعيه الحياه دي وتتحداه وتعمل عنده علامات استفهام وتعجب وينجذبوا ويتعجبوا الى ان يعجبوا ويؤمنوا بشخص المسيح والى اللقاء في حلقات قادمه